يقول السائل: ما حكم لبس الكعب العالي للمرأة؟ الكعب العالي وش الداعي للبسه؟ تسقط المرأة إذا مشت على شيء غير عادي، فهذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان، وليس فيه زينة، ما فيه زينة إلا أنه موضة يمشي عليها بعض المترفين، وله ما فيه زينة ولا فيه جمال، وفيه خطر أن تسقط المرأة. نعم.